السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم إن شاء الله هنتكلم عن اختبار مهم جدا اللي هو اليوريا تيست. طيب، فاختبار اليوريا أو فحص اليوريا هو نوع من الاختبارات اللي بنقيم بها مدى فعالية الكدني أو اللي هي الكلى. طيب، اليوريا طبعا ما هي الاختبار الوحيد اللي بنقدر نقيم به الكدني، عندنا اختبارات ثانية مثلا عندنا زي الكرياتينين والكرياتينين كليرانس. طبعا الكرياتينين هو بيعتبر سبيسيفيك او هو بيعتبر يعني ادق من اختبار اليوريا لاسباب كثيره هنعرفها الان. طيب، اولا حاجه نبدا بسم الله. عندنا قبل ما ندخل في الاختبار بتاع اليوريا عشان نعرف اللي هو الفلتره كيف بتحصل واليوريا بتجي من وين، اولا حاجه هنتكلم عن الكيدنيس اللي هم الكليتين. الكيدنيس طبعا زي ما عارفين انه هو عباره عن اورجان بفلتر ليا الويست برودكت من البلط، يعني الدم بيجي داخل يعني معبى بالويست او بالفضلات اللي ما بيحتاج لها الجسم، بيجي داخل عن طريق الارتري للكليتين. طبعا عندنا تو كيدنيس اللي هي الرايت كيدنيس والرايت كيدني والليفت كيدنيس. طيب، إذا شايفين هنا في الصورة اللي قدامنا دائما يعني الرايت كيدني هي يعني منخفضة منخفضة يعني أكثر من الليفت، نتيجة لأنه يعني هي واقعة تحت الليفر خلاص، فعشان كده يعني ماخذة جزء من المساحة بتاع الكثير من الفئة، إنها هي شنو يعني دائما في الشكل بتاع بتكون هي أقل. طيب، زي ما قلنا البلط وفيه اللي هو الويست بيجي داخلية عن طريق الارتري عشان ما تحصل له فلتريشن، يعني زي يعني يحصل له كليرانس في الكدني، وبعد كده بيطلع عن طريق شنو، عن طريق البن او عن طريق الاورده عشان يرجع له الدم هو كثير. طيب، فبالتالي الوظائف الاساسيه للكدني هي عباره عن شنو، انها بتعمل لي فلتر او فلتريشن خلاص، ليه؟ عشان ما تعمل لي ريموفينج للميتابوليك برودكت، يعني كل النواتج بتاعة الاستقلاب اللي حصلت لي في الجسم لازم يتم التخلص منها، لانها اكيد محتوي لي على شنو، على توكسينز اللي هي مواد سامة الجسم ما بيحتاج لها وممكن تسبب اضرار للجسم اذا فضلت فيهم. تمام. طيب، طبعا بتطلع عن طريق شنو، عن طريق اليورين، لانه الكيدني هي يعني بتتصل لي عن طريق يوريتر او بنلقى في يوريتر اللي هو الحالي. تمام، ده اللي هو بيجي نازل عن طريقه اليورين لغاية ما يصب لي وين، في البلادر ويطلع لي از يورين. طيب، الوظيفة الثانية لها اللي هي زي ريجوليت ذا بوديز فلويد ستاتس، طبعا يعني بتنظم لي السوائل اللي موجودة في الجسم. والحاجة الثالثة آخر حاجة عندنا بتنتج لي كمان الهرمونات، مثلا عندنا زي هرمون اسمه الإريثروبويتين. طيب، هرمون الإريثروبويتين طبعا هو بيدخل في عملية الإريثروجينيسيس أو اللي هو تصنيع الآر بي سي، معناتها الكدني إذا حصل لي فيها أي مشكلة فبالتالي هيحصل خلل في شنو؟ في الهرمون بتاع الإريثروبويتين، مما يؤدي لي يحصل لي خلل في الآر بي سي، طبعا أكيد هتؤدي لحاجات ثانية منها الأنيميا وغيره. طيب، ده الأناتومي بصورة سريعة بالنسبة للكدني. طبعا الحاجات اللي موجودة لي هنا، طبعا أي كدني تحتوي لي تقريبا من 6 ل 7 من المظلة أو 7 من المظلة، دي كلها بتحتوي لي على شنو، على نفرونات خلاص اللي هي الأشكال الهرمية دي، بتحتوي على نفرونز. طبعا النفرونز كمان هو اللي هو في العملية دور مهم جدا في عملية بتاعة الفلتريشن. تمام. طيب، فبالتالي الرينال فانكشن تيست يعني لما أنا أعمل اختبار لوظائف الكلى دي بتديني information regarding renal blood flow، يعني أنا كده هعرف إذا blood flow يعني كان normal ولا مثلا low في حالات مثلا زي dehydration أو في حالات الضغط المنخفض. تمام. طيب، كمان بديني اللي هو يعني good information about the GFR. الـ GFR اللي هو اختصار لـ glomerular filtration rate، المعدل بتاع الفلترة اللي بيحصل لي. تمام. وكمان حتديني معلومات مهمة جدا للوظيفة بتاعت الرينال جلوميرولاي، الجلوميرولوس اللي موجودة ليا في الكدني والتيوبيولر خلاص واليورينري اوت.
فحسب اللي هو التقسيمه بتاعت الرينال ذات نفسها، فبالتالي الرينال فانكشن تيست ممكن نقسمها اكوردنج لاختبارات عندها علاقه بالجلوميرولار فانكشن خلاص، واختبارات عندها علاقه بشكل التيوبولار فانكشن، او بتقيم لي التيوبولار مثلا فانكشن او بتقيم لي الجلوميرولار فانكشن. طيب الاختبارات اللي بتقيم لي الجلوميرولار فانكشن، يعني انا كده بعرف وظيفه الجلوميرولر انها هي اذا كانت تمام او فيها اي ديسوردر او فيها اي بروبلم، اللي هي السيروم يوريا خلاص، والسيروم كرياتينين والكليرنس تيست. طيب الاختبارات اللي بتقيم لي التيوبولر فانكشن، يعني هل في مشكله في التيوبولر، طبعا لانه التيوبولر اللي هي بتجمع لي عن طريقها شنو اليورين، اللي هو اكيد حيكون شنو اليورين كونسنتريشن تيست، الاختبارات العامه بتاعت اليورين. طيب نيجي نشوف التصنيع بتاع اليوريا بيتم كيف. طبعا اليوريا هي عباره عن الناتج النهائي والاند برودكت بالنسبه للبروتين، يعني الشخص لما ياكل وجبه مثلا محتويه على بروتين، البروتين ده ولا حاجه بيحصل له شنو، بيحصل له ديستركشن، بيتكسر طبعا عشان نستفيد من المكونات بتاعته، اللي هو في البروتين ميتابوليزم لما يحصل له ديستركشن بيديني الامينو اسيد، لانه اساسا البروتين هو مكون من شنو، من امينو اسيد، من احماض امينيه. طيب النتيجه اللي هو من الاحماض الامينيه اللي هو الناتج او بتؤدي لانه يحصل لي ريليز للامونيا، الامونيا اللي هي بتتحول لها لشنو، بتتحول لها ليوريا عن طريق طبعا سايكل طويل اللي هو تعرف بيه اليوريا سايكل، ما حندخل فيها الان. طيب وبتطلع لي شنو از ويست برودكت، يعني ده الناتج النهائي او يعني الخلاصه من الكلام ده كله، انه قلنا عندنا شنو، عندنا بروتينات او البروتين بيحصل له ميتابوليزم بيتحول او بيتكسر لامينو اسيد بيديني الامونيا، الامونيا اللي بتتحول لها لشنو، لها اليوريا. طبعا اليوريا الجسم ما بيحتاج لها في اي حاجه، فبالتالي مفترض فيها من ضمن الويست اللي بتطلع لي وين، في الكلى. طيب بعد ما يحصل لها تصنيع، يعني خلاص تحصل العملية دي كلها اللي بتحصل لنا وين، في الليفر، اليوريا حيتم حملها عن طريق البلد بتمشي ليا وين، للكدني عشان يتم التخلص منها زي ما بيتم التخلص من كل الويست. تمام. طيب معظم اليوريا اللي بتكون خلاص مشت ليا الكدني، او اللي هو بنلقاها في الجلوميرولر، او اللي هي بتكون ليا في الجلوميرولر فلتريت، بيحصل لها اكسكريتد ان سيوري، لانه زي ما قلنا الجسم اصلا هو ما محتاج لها، وكميه بسيطه جدا منها بيحصل لها ري ابزوربت خلاص، بترجع تاني عن طريق الرينال تيوبيوس ترجع لها الى الجسم، ولكن كميه بسيطه جدا منها. طيب الكميه اللي بيحصل لها ري ابزوربشن دي بتعتمد على شنو، بتعتمد على حسب اليورين فلو ريت، واللي هو اليورين فلو ريت دي هنا في اللي هو بتفيدني في حالات مثلا الهايدريشن، زي ما قلنا انه لو في دي هايدريشن خلاص، طبعا في حالات الدي هايدريشن انه بيكون في جفاف في الجسم، الكميه اللي بيكون حصل لها ري ابزوربت بتزيد. تمام. طيب النسبة أو الريشيو بين اليورية وبين الكرياتينين اللي هو تقريبا 10 من 10 لواحد، يعني الجسم أو يعني المفترض الكمية بتاعة الفلتر اللي بتحصل لليورية بتكون 10 أضعاف اللي بتحصل ليه لشنو؟ للكرياتينين. طيب نيجي نشوف الأسباب اللي بتؤدي لزيادة السيرم يورية. طيب عندنا 3 حاجات، أول حاجة الفري رينال، يعني تكون الحاجات دي أصلا ما عندها علاقة بالرينال، الرينال تكون سليمة وكويسة، الرينال اللي هي الكدني تكون سليمة كويسة ما فيها مشكلة خلاص. وفي تاني أسباب بتكون سبب الرينال ذات نفسها، الكلية ذات نفسها فيها مشكلة، وفي أسباب بتكون شنو بوست رينال، يعني خلاص بعد ما يعني عدت كل المخلفات دي وعدت لي اليوريا من الرينال، يعني كمان شنو هنا الرينال هي سليمه ما فيها مشكله خلاص. طيب البري رينال زي ما قلنا في حالات الدي هايدريشن، طيب ليه في حالات الدي هايدريشن؟ لان الدي هايدريشن بيعتمد لي على البلوت فلو، يعني كل ما كان التدفق بتاع الدم بطيء جدا هيؤدي لانه شنو، انه الكميه اللي بتطلع لي في اليورين خلاص بتكون بسيطة، يعني الكمية بتطلع لي في اليورين من اليورية بتكون شنو، بتكون بسيطة، لأنه زي ما قلنا هي يعني بتعتمد لها على شنو، على الكمية أو القوة بتاع تدفق الدم عشان ما يحصل لها فلتريشن وتطلع. فإذا التدفق أصلا بتاع الدم أو البلوت فلو كان بسيط، فبالتالي
على بال ما تصل هي الكدني حتكون الكميه شنو، حتكون الكميه بسيطه جدا. فعشان كده دائما في حاله الديهايدريشن بنلقى انه السيروم يوريا بيكون زايد، وهنا طبعا الزياده هي شنو ما عندها اي علاقه بالرينال، يعني الرينال سليمه وما فيها اي مشكله. تمام. طيب السبب الثاني اللي هو الهاي بروتين انتيك، يعني الناس اللي بتناولوا بروتينات بكميات كبيره برضه بتؤدي لان تكون شنو بتكون في فولس يعني انكريز بالنسبه لليوريا. طيب السبب الثالث اللي هو عندنا في حاله انكريز البروتين كاتابوليزم، يعني يحصل هدم او يحصل يعني تكسر بكميات غير طبيعيه للبروتين، كمان بالتالي لانه هو اليوريا هي عباره عن الناتج النهائي زي ما قلنا للبروتين، فاكيد حسن. نيجي للسبب إذا كانت المشكلة في الرينال ذات نفسها. طيب بما إن المشكلة في الرينال معناتها أكيد حتكون عندنا مشاكل في شنو؟ في الجلوميرولرز اللي هي اللي بيحصل لها فيها شنو عملية الفلتريشن. طبعا في حالة كل إذا كانت أكيوت الأكيوت جلوميرولونيفرايتس، يعني في التهاب أو في مشاكل في الجلوميرولرز، خلاص في حالة الديابيتيك نفروباثي اللي هو تكون مشاكل في النفرونات. تمام. في حالة البايلونيفرايتس وفي حالة النيفروتوكسيك دراكس اللي هو بعض العقاقير كمان ممكن تؤدي لأن يحصل لي دمج للنفرون، أكيد حتأثر لي على شنو؟ على العملية بتاعة الفلتريشن. طيب آخر سبب عندنا للزيادة بتاعة اليوريا عندنا البوست رينال، زي ما قلنا كمان دي ما عندها علاقة بالرينال، اللي هو بنلقاها في حالات البيناين لارجمنت اوف بروستات، يعني بيكون في تضخم في البروستات. خلاص في حالة الاستونس اللي هي الحصاوي بتكون قافلة لي المجاري او قافلة لي التيوبيولز، خلاص في حالة الاستراكشرز وفي حالات التيومرز. تمام. طيب دي اللي هو بالنسبة لشنو، بالنسبة للإنكريز اللي بيحصل لها لليوريا. طيب 200 اليوريا ممكن تكون لها ديكريز أو بتكون المستويات بتاعتها قليلة في حالات التندر، في حالات الأطفال، في حالات البريجنسي، اكستنسيف ليفر دامج، ليه؟ لأنه الليفر لو حصل لها دامج أكيد حتأثر على شنو، على التصنيع بتاع اليوريا لأنه بيتم تصنيعها في الليفر. في حالات اللو بروتين انتيك كمان الناس اللي ما بيتناولوا بروتينات بكميات كافية، وفي حالة اليوريا سايكل ديسوردرز لو حصل لي أي ديسوردر في العملية بتاعة التحول من الأمونيا أو من البروتين لليوريا، كمان هنا بتأثر لي على شنو، على الكمية بتاعة اليوريا. طيب آخر حاجة عندنا بالنسبة للاختبار بتاع اليوريا اللي هو العين اللي بنحتاج لها، طبعا هي عين بتاعة سيروم. طبعا في أجهزة كثيرة، يعني ممكن نشتغل الاختبار مانيوال وممكن نشتغله عن طريق الأجهزة اللي بتكون في الأوتوميشن أو سيمي أوتوميشن. من ضمن الأجهزة حاليا يعني اللي مسيطر أو الأجهزة يعني في الشغل دقيق في الكيمستري عندنا جهاز كوبا سي 111، ممكن نتكلم عنه أو نشرحه في فيديو براكتيكال إن شاء الله. كمان عندنا الجهاز بتاع البايو سيستم A25، دي كلها أجهزة بتقيس ليا اليوريا. طبعا النورمال رينج بيختلف من جهاز لجهاز ومن لاب تو لاب، خلاص وحسب كمان المحاليل المستخدمة، ولكن في الغالب يعني ممكن أول حاجة المتداولة إنه الرينج بيتراوح لي مثلا من 7 ل 25 تقريبا أو 30 أو 35، يعني في الرينج ده، زي ما قلنا كمان بيختلف من مكان للثاني. تمام. فكده المحاضرة تكون انتهت والفيديو يكون انتهى، أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا. في الآخر ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، لو في أي تعليق أو حابين يعني نتكلم عن حاجة أو عن موضوع يا ريت تكتبوها في التعليقات.